بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. حلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة من مباراة وادي دجلة والأهلي، مباراة مهمة جدا، هي المباراة المتبقية لفريق النادي الأهلي ضمن اللقاءات المؤجلة لكي تتساوى كل الفرق في عدد المباريات حتى هذه اللحظة في الدوري العام. نقطتين مهمين جدا في هذه الجزئية، طالما كل الفرق تساوت في عدد النقاط وفي عدد المباريات تحديدا، إذن مبدأ الجدارة الرياضية غير موجود، إذن تبدأ المنافسة من اليوم، وبإذن الله الصدارة مهمة جدا، والنهاردة بإذن الله يقدر الأهلي يكسب الثلاث نقاط عشان يتصدر الدوري العام. وأمامك سبع مباريات مهمة جدا وكأنها مباريات كؤوس وليست مباريات دوري، ليست ثلاث نقاط، هي مباريات كؤوس وكأنها بخروج المغلوب. تنتصر في السبع مباريات تفوز بالدوري العام، فارق المواجهات المباشرة في صالح الأهلي طبقا للائحة، فارق الأهداف أيضا في صالح النادي الأهلي، وبالتالي مباراة مهمة بإذن الله نسعى للانتصار والفوز ثم نستعد للسبع مباريات القادمة، والأهلي قادر بإذن الله على حسم الدوري، لأن هذه هي لعبة الأهلي دائما في المباريات الحاسمة، عندما يتصدر المسابقة لا يستطيع أي منافس الاقتراب من الصدارة أو مزاحمة الأهلي على صدارة الدوري العام. حلقة فيها تفاصيل وهنلقي الضوء ونشوف آخر الكواليس والاستعدادات بالنسبة لمباراة دجلة والأهلي، لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم ونبدأ نسخن بدري كده قبل المباراة بحوالي أربع ساعات. كل واحد بيتفرج معانا وبيتابع برنامج الترند يدخل يشارك معانا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا للإجابة على سؤال توقعاتكم لنتيجة مباراة دجلة والأهلي ومين ممكن يسجل الأهداف. شاركوا معانا من خلال صفحات القناة، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام زي ما أنتم قدامكم على الشاشة بالتأكيد، ده لينكات الصفحات. وفي نهاية الحلقة بإذن الله نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الدوري أهلي. كمان في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يواجه دجلة من أجل الصدارة. وفي الترند الأولمبي، كيشو يحقق برونزية المصارعة لمصر في طوكيو. كيشو وإنجاز المصارعة، هنتكلم النهاردة برضو في الحلقة على هذا الإنجاز الطيب. لعبة المصارعة دايما بتحقق ميداليات رائعة في جميع الدورات الأولمبية، لكن النهاردة مباريات اليوم. نبدأ بقى نستعيد مبارياتنا المحلية والمرحلة الحاسمة. شهر أغسطس هو شهر الحسم بالنسبة للدوري العام، سواء في صراع القمة أو حتى في صراع البقاء من أجل الاستمرار في الدوري العام. النهاردة في مبارتين، الساعة 7 النهاردة بيراميدز بيلعب مع الإسماعيلي وهي آخر مباراة مؤجلة لبيراميدز النهاردة، هيواجه الإسماعيلي الساعة 7 على استاد الدفاع الجوي، وعاقب هذه المباراة مباشرة الساعة 9 مباراة دجلة والأهلي الساعة 9 على ملعب الأهلي والسلام. مباراة بيراميدز هي مؤجلة من الأسبوع 25، أما مباراة دجلة والأهلي هي المباراة المؤجلة من الأسبوع 22. طيب دي مباريات اليوم في الدوري المصري. طيب النهاردة أنا بتكلم النهاردة 4 أغسطس 2021، يعني من 20 سنة كانت مباراة القرن أو لقاء القرن، نادي القرن في إفريقيا النادي الأهلي ونادي القرن في أوروبا نادي ريال مدريد. في مثل هذا اليوم من 20 سنة الأهلي لعب مع ريال مدريد، وفي هذا التوقيت من 20 سنة ريال مدريد كان بيضم أفضل لاعبي العالم، فريق الأحلام زي ما بيقولوا، روبرتو كارلوس، لويس فيجو، راؤول جونزاليس، عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، وديل بوسكي النجم طبعا والمدرب الأسباني كان بيقود وقتها نادي ريال مدريد. هذه المباراة هي مباراة لا تنسى، النادي الأهلي نادي القرن والملك المتوج على عرش القارة الإفريقية فاز على ريال مدريد بطل أوروبا التاريخي في هذه المباراة بهدف دون رد أحرزه صندي، هذا اللاعب النيجيري يمكن هو أبرز هدف وأبرز حاجة في مشوار صندي مع النادي الأهلي، لكن طبعا هدف لقيمة. النهاردة هو بعد 20 سنة بنستعيد الذكرى وبنتحدث عن هذه المباراة. خالد بيبو عمل مباراة عالمية، كرة في العرض، علاء إبراهيم كان عنده يعني فرص كانت صعبة جدا في إحراز أهداف، يعني كان في فرص كثيرة جدا. عصام الحضري تألق في هذه المباراة وتصدر لأكثر من تسديدة لروبرتو كارلوس، مباراة كانت كبيرة حضر فيها جمهور غفير من جماهير النادي الأهلي، ما يقرب من حوالي 80-90 ألف متفرج ملأوا جنبات استاد القاهرة في هذا اليوم العظيم 4 أغسطس 2001 منذ 20 سنة، ودايما بنتذكر كل ذكريات الأهلي الإفريقية والدولية قدام كل هدف طبعا، وعلى إبراهيم وتميزه طبعا. علي إبراهيم كان من اللعيبة اللي دايما بيحرز الأهداف الصعبة، لكن في الأهداف السهلة تلاقيه
ما تعرفش قدام المرمى كده ما كانش بيقدر يجيب اهداف بسهوله، لكن المباراه كانت كبيره جدا. الاهلي عمل فيها مباراه كبيره، كانت بدايات على فكره الصخره وائل جمعه مع النادي الاهلي، كان اول سنه انضم فيها وكانت بدايه وائل جمعه. جيل منتخب مصر الاولمبي اللي لعب في 2001 كاس العالم في الارجنتين كان موجود في هذه المباراه، احمد ابو مسلم، ابو المجد مصطفى، وعدد من اللاعبين. ذكرى طيبه جدا وكلنا طبعا بنتذكرها، لكن ما نقدرش ننسى هذه الذكرى الطيبه. نادي القرن في افريقيا في القرن العشرين وحاليا في القرن الواحد وعشرين، دائما الاهلي هو المتصدر والملك المتوج على عرش القاره الافريقيه، ودائما بيشرف الكره المصريه افريقيا ودوليا. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض في فقره ترند ترند وحديث اكتر ومعلومات مهمه بخصوص مباراه دجله والاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند ترند. ترند ترند النهارده والحديث الابرز طبعا عبر السوشيال ميديا مباراه دجله والاهلي، هذه المباراة المهمة جدا في الدوري العام، وهي مباراة الصدارة النهاردة، ده عنوانها الرئيسي، هي مباراة صدارة الدوري. ليه بنقول صدارة الدوري؟ لو بصيتوا يا جماعة على جدول الدوري العام هتلاقي الأهلي حاليا في المركز الثاني ب 58 نقطة خلف المنافس المتصدر بثلاث نقاط. هي مباراة تفوز بالثلاث نقاط تتصدر الدوري طبقا للائحة. الأول المواجهات المباشرة بين فرق المربع الذهبي، فالأهلي فاز في الدور الاول، تعادل في لقاء الدور الثاني، فالمواجهات المباشره لصالح الاهلي. فارق الاهداف لصالح الاهلي، الاهلي موجب 33 هدف، حتى في احراز الاهداف هو اعلى احراز اهداف من المنافس بحوالي 6 اهداف. اذا كل الامور في صالحك، لكن مهم جدا تتصدر الدوري وتكون في التساوي مع النقاط مع الفريق المتصدر حاليا. ومع ذلك لسه في 7 مباريات بالتاكيد هيكون فيها مطبات صعبه جدا. انت بعد دجله عندك سيراميكا كليوباترا يوم السبت، ثم الاسماعيلي، ثم انبي، ثم الجيش المصري، الجونه، والختام مع اسوان. بنتكلم 7 مباريات في حوالي 21 يوم، فهيبقى التوقيت تضيق والمباريات متلاحقه. واتمنى الفتره القادمه الغيابات اللي النهارده مش موجوده في ماتش دجله والاهلي تكون موجوده في المباريات اللي جايه، لان احنا محتاجين كل عنصر في الفريق الفتره الجايه. النهارده ابرز الغيابين لو بنتكلم على الشناوي، ايمن اشرف، بدري بنون، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، احمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، وليد سليمان، محمد محمود. ابرز العائدين والمنضمين لقائمه الاهلي النهارده كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بينضم لقائمه الفريق الاهلي النهارده بعد غياب منذ ابريل 2019، بنتكلم في حوالي 2 و4 شهور، فتره طويله جدا. لكن الشيء الطيب واللافت للنظر وجرعه التفاؤل، نيدفيد اول هدف احرزه مع الاهلي كان امام وادي دجله في دوري 2016-2017. هي ممكن تكون لغه الارقام فيها مفارقات، قدامكم على الشاشه طبعا هدف كريم نيدفيد ده في موسم 2016-2017 في مرمى وادي دجله، كان اول هدف لنيدفيد مع الاهلي، والنهارده اول عوده لنيدفيد مع الاهلي بعد غياب حوالي 2.5 سنين. طبعا زي ما انتم شايفين اللاعيبه اللي موجوده، في اللي مشي وفي اللي اعتزل، فتره كبيره طبعا من 2016-2017 لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي. لكن باذن الله نيدفيد من اللاعيبه الواعده المميزه اللي النادي الاهلي فضل واقف معاه لغايه اخر لحظه، لانه يستحق ان الاهلي يكون واقف معاه، ونتمنى له العوده باذن الله الفتره الجايه بشكل طيب. النهارده القائمه لو بنتكلم، بيتسو موسيماني استعان ب 21 لاعب، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، سعد سمير، محمود متولي، محمد هاني، علي معلول، حمدي فتحي السليه، اليو ديانج، افشا كهربا، كريم نيدفيد، حسين الشحات، جونيور اجايي، محمد شريف، والتر بواليا، ومروان محسن وصلاح محسن. خالص التعازي كمان لمهاجم النادي الاهلي مروان محسن في وفاه عمه اليوم. خلص التعازي لمروان ولأسرة مروان محسن، وإن شاء الله ربنا يجعلها آخر الأحزان. طيب مباراة النهاردة وجزء مهم، جزء لا يتجزأ من أهمية المباراة، هو طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة. النهاردة طاقم تحكيم دولي بقيادة الكابتن إبراهيم نور الدين وحكم ساحة، معاه مساعد أول سمير جمال، مساعد تاني محمد عبد المجيد، حكم رابع عصام بكر، وحكم تقنية الفيديو الفار محمود بسيوني، ومساعد حكم تقنية فيديو فار أو إيفار محمد يوسف. كنت أتمنى حكام تقنية الفيديو يكونوا حكام دوليين، وأتمنى من لجنة الحكام ابتداء من النهاردة لغاية ختام المسابقة مباريات القمة مع الفرق اللي بتصارع عشان تفوز بالمسابقة سواء الأهلي أو حتى أي منافس آخر، يكون معنا حكام دوليين في تقنية الفيديو، لأن تقنية الفيديو كلها عامل مهم جدا الفترة اللي جاية. أتمنى نشوف حكام دوليين في تقنية الفيديو الفترة الجاية، وأكافى ما حدث في الفترات السابقة. طيب
عايزين نطمن على الفريق ونشوف اخر الاستعدادات. امبارح كان في مران خفيف، دخول في معسكر مغلق، البرنامج اليوم النهارده ازاي والجهاز الفني ازاي بيفكر في مباراه دجله. اذهب مباشره الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نتعرف منه عن اخر الترتيبات واخر الاخبار بالنسبه للفريق قبل التحرك الى ملعب الاهلي. والسلام، مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا محمد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب عايز اعرف منك الكواليس، وانت دايما معودني على معلومات حصريه اخبار حصريه، بتهتم جدا بادق التفاصيل في وجودك في معسكرات فريق النادي الاهلي، اخر اخبار الفريق والجديد عندك من داخل المعسكر قبل مباراه دجله. خليني يا محمد، طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي انت قلته على اهميه هذه المرحله واهميه مباراه وادي دجله، لذلك الاجتماعات مستمره، يعني الاجتماعات بتعقد يعني بصوره مستمره من مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني مع اللاعبين وايضا اللاعبين الكبار الموجودين النهارده في فريق النادي الاهلي او في قائمه الفريق سواء سعد سمير ورامي ربيعه ودورهم مع اللاعبين في يعني تحفيز اللاعبين بضروره اهميه هذا اللقاء. واعتقد كانت ابلغ رساله هو وجود الكابتن محمود الخطيب في المران خلال الفتره اللي فاتت مع اللاعبين من اجل يعني ايصال اكثر من رساله للاعبين على اهميه هذه المرحله. مباراه طبعا في غايه الاهميه، مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين حذر من عدم الاستهانه بفريق وادي دجله، عدم النظر لموقع فريق وادي دجله انه بيحتل المركز قبل الاخير في الدوري المصري، شدد على اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص. من بعض الامور المهمه اللي هو اتكلم فيها قال ان المرحله اللي احنا موجودين فيها مرحله لا تقبل اي يعني تهاون في تضييع اي نقطه. الكابتن سيد عبد الحفيظ عايز اقول لك يعني حريص جدا ان هو الرسائل المستمره للاعبين. اجتماعات النهارده شفتها يا محمد، طبعا انت متعود على هذه الاجواء مع الفريق، شايف الاجتماعات اللي بتبقى بتعقد يعني بصوره مستمره مع افراد الجهاز الفني. النهارده اكثر من اجتماع ما بين مستر بيتسو موسيماني مع كيفن جونسون ويوشا وموسي محلل الاداء، اجتماع ايضا مع الكابتن سعد عبد الحفيظ، الجلسات الثنائيه ما بين الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان. واضح يا محمد على ملامح الجميع ان خلاص المرحله اللي جايه مرحله لا تقبل يعني ما يبقاش في بعض ولا تهاون او استهانه بالخصم، لا اللعيبه كلها مركزه، الجهاز الفني طبعا الانعكاس اللي موجود على وجوه الجميع بينعكس على اللاعبين. ان شاء الله يا محمد المرحله مهمه جدا، بطوله مهمه جدا، اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله. طبعا انت عارف انك توصل للبطوله ده شيء صعب جدا، لكن الاصعب انك تحافظ على البطوله. يعني لو هكلمك برضو يا محمد على تفاصيل اليوم النهارده، اللاعبين لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا. يعني خلال الوقت اللي انا بكلمك فيه يا محمد بيبدا يعني بيتوافد لاعبي النادي الاهلي لدخول للمحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني اللي هتكون في تمام الساعه 5:30، ثم التحرك لملعب المباراه يكون في تمام الساعة 7. طبعا انت عارف يا محمد نظرا يعني لدرجات الحرارة المرتفعة اللي بنشوفها في الوقت الحالي او الفترة الحالية، مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يجتمع مع طبيب التغذيه دكتور عبد الرحمن سعيد اللي طبعا للوقوف على بعض يعني البرامج الغذائيه الموضوعه للاعبين، يعني توفير بعض الامور خاصه بالمشروبات او المأكولات اللي تعوض فقد اللاعبين لكميه كبيره جدا من السوائل. خلي بالك يا محمد نقطه مهمه جدا، مستر بيتسو موسيماني بيدقق جدا على هذه الامور وبيتابع كل كبيره وصغيره في هذا الامر، ايضا توقيتات تناول الوجبات بالنسبه للاعبين ده شيء مهم جدا لانه بيتوقف على بعض الامور اللي سواء تكتيكيه او بعض الامور الخططيه بتبقى خاصه بمستر بيتسو موسيماني. اكيد برضه محمد انا عايز اقربك بالظبط يا محمد. طيب فاروق انا عندي سؤال فضل. مهم جدا متعلق بلاعبي المنتخب الاولمبي اللي انضموا لمعسكر الاهلي بعد العوده من طوكيو، يمكن الجهاز الفني استعان فقط بصلاح محسن. عايز اطمن على باقي اللاعبين، يعني طاهر محمد طاهر، محمد الشناوي، هل غيابهم النهارده اعطاهم مزيدا من الوقت للراحه؟ هل لا قدر الله في اصابه مثلا عند الشناوي خفيفه ممكن تعيقه خلال الفتره اللي جايه؟ يعني الكواليس دي الجمهور بيحب برضه يطمن ويعرف منك التفاصيل بما انك انت قريب الصله من معسكر الفريق وموجود معاهم في كل الاوقات. بالظبط يا محمد، يعني انا هطمنك في هذا الامر، وايضا يعني ان شاء الله برضه هطمنك على جانب فريق وادي دجله، وان شاء الله هننفرد من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي بالتشكيل المتوقع او يعني التشكيل بنسبه فريق وادي دجله بنسبه 99%. خلينا نتكلم في النقطه اللي انت اتكلمت فيها، نقطه في غايه الاهميه. طبعا كان لي حديث مع الدكتور احمد ابو عبله وحاولنا برضه نستطلع يعني نطمن على الخماسي اللاعبين اللي حصلوا على الراحه. كان الجهاز الفني طبعا انت عارف محمد اختلاف الساعه البيولوجيه ما بين مصر واليابان، الجهاز الفني فضل ان هو يدي للاعبين مزيد من الراحه، ودي النقطه محمد اللي احنا يعني دايما بنتكلم فيها في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده يهمه طبعا هو سلامه اللاعبين،
بعيدا عن بطوله في ظل الضغط. يعني النادي الاهلي في اشد الاحتياج للاعبين الموجودين، لكن النادي الاهلي دايما بيبص لمصلحه اللاعب. النادي الاهلي طبعا هو مش هقول بيدفع فاتوره يعني ان هو دايما بيقدم اللعيبه للمنتخبات الوطنيه، والنادي الاهلي طبعا سباق في هذا الامر. طبعا الخماسي اللي كان موجود مع المنتخب الاولمبي تعرف الامر كله بيتوقف بس على فتره الراحه، لكن عقب المباراه ان شاء الله في اول تدريب في المجموعه هتكون موجوده. ايضا عايز اطمنك ايضا على وليد سليمان، لان كان يعني تطرقنا مع الدكتور احمد ابو عبله لوليد سليمان، قال لي وليد سليمان عقب مباراه سيراميكا هيكون موجود معانا في التدريب ويشارك بصوره يعني ان شاء الله بصوره كامله، وهيكون موجود مع الفريق عقب مباراه السيراميكا. لكن الامور يا محمد الخاصه بالخماسيه بطمنك الشناوي، اللاعبين طاهر اكرم توفيق، يعني عقب المباراه ان شاء الله هيكون في تدريب للفريق غدا، هيكونوا موجودين ان شاء الله في تدريب الفريق باذن الله. باذن الله. طيب التشكيل المتوقع لوادي دجله؟ بالظبط يا محمد، يعني بالنسبه لفريق وادي دجله انت عارف ان الكابتن عبد الباقي جمال كان تولى المسؤوليه يوم 25 مايو خلفا لماريو سلس. من النقاط المهمه جدا برضو اللي احنا عايزين ننوه عليها ان فريق وادي دجله فريق قوي جدا، يعني مع الكابتن عبد الباقي جلال لعب اربع لقاءات، تعادل في ثلاثه وفاز في لقاء على فريق اسوان. كابتن عبد الباقي جلال عبد الباقي جمال قدر ان هو يتكلم مع اللاعبين برضو من بعض الامور اللي قدرنا نتوصل ليها على ان هو يحفز اللاعبين، ان دي يعتبر اخر فرصه لفريق وادي دجله لتحقيق نتيجه قد تكون دفعه معنويه. ايضا استغلال حاله الاجهاد اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي، شدد على اللاعبين على ضروره استغلال هذا الامر. تشكيل المتوقع لفريق وادي دجله هيكون محمد عبد المنصف في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع محمود مرعي وخالد رضا، في اليمين بسام وليد، في الشمال اسحاق ويعقوبه، ثلاثه في نص الملعب كابتن عبد الباقي بيلعب ب 4-3-3، ثلاثه في نص الملعب محمد عبد العاطي ومحمد رضا واحمد سعيد، قدامهم ثلاثه حسام عرفات صلاح امين واحمد عاطف. ده التشكيل يا محمد الاقرب والمتوقع لفريق وادي دجله طبقا لاخر تدريبات فريق وادي دجله. زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من معسكر فريق النادي الاهلي وفندق الاقامه قبل طبعا التحرك بعد قليل وعقب المحاضره الى ملعب الاهلي والسلام لخوض مباراه وادي دجله. فاروق اهم حاجه طمني على الخماسي لاعبي الاهلي اللي كانوا موجودين في المنتخب الاولمبي الفتره الاخيره، الحمد لله هم حالتهم جيده، هي فكره راحه بس عشان الساعه البيولوجيه وتغيير الاجواء، لكن الحمد لله ما فيش اي اصابات. باذن الله تدريب الغد هيكون الكل موجود وبيستعد لمباراه سيراميكا كيليو باترا. في نقطه كمان مهمه جدا يا جماعه ناخد بالنا منها، ايه هي؟ الفرق اللي هتلاعبنا خلال الفتره اللي جايه مريحه بقى لها فتره كبيره جدا، حوالي شهر او شهر ونص، في الفتره دي كلها خدوا راحه سلبيه، عملوا معسكر اعداد، فانت هتلاعب فرقه انت ممكن تكون مضغوط في مباريات والفرقه دي مريحه بقى لها اسبوعين، بتعمل فتره اعداد وواخده راحه سلبيه فبتجهز ليك. المشكله دي حصلت معانا في الفتره اللي لعبنا فيها في شهر 3 و4 حوالي 10 مباريات في 28 يوم، كنا بنلعب المحله والمحله مريح من اسبوعين، بنلعب البنك الاهلي والبنك الاهلي مريح بقاله اكتر 10 ايام، بنلعب دجله ومريح بقاله اكتر من 3 اسابيع، ده بيبقى فيه ضغوط بدنيه وضغوط نفسيه كبيره جدا في المباراه، فالمباريات مش سهله. عشان كده انت عشان تحضر للمباراه الجايه لازم تحضر لها بشكل مختلف عشان تبقى جاهز بنسبه 100%، لان الفتره اللي جايه ما فيهاش هزار وما ينفعش تفقد اي نقاط، انت خلاص داخل في مرحله صراع الصداره مع المنافس، عايز تكسب كل النقط عشان في النهايه في الاسبوع ال 34 يوم 25 اغسطس تكون متوج ببطوله الدوري العام. ده كان كلام مهم جدا، النهارده عبد المنصف هيحرس مرمى وادي دجله وحاليا طبعا بيشغل منصب مدير الكوره. هي جزئيه يعني كل نادي طبعا اضرب بظروفه، لكن في النهايه هنشوف الاستعدادات ازاي. ومباراه دجله مباراه صعبه جدا، لان يا جماعه اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، دجله في المركز الاخير في المركز ال 17 ب 23 نقطه وعايز يجمع اي نقاط باي شكل، لكن ان شاء الله الاهلي هيكون قادر على احراز الثلاث نقاط وتصدر الدوري العام. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وتفاصيل مهمه متعلقه بمباراه دجله والاهلي. اتكلمنا عن استعدادات الاهلي، شفنا اخبار الفريق من معسكر الفريق في مقر الاقامه قبل التحرك والمحاضره الرئيسيه، عايزين كمان نشوف الاجواء في ملعب الاهلي والسلام، والمناسبه هي مباراه وادي دجله وليست هي مباراه النادي الاهلي، لكن دجله بيلعب مع الاهلي في استاد الاهلي والسلام. هروح مباشره الى زميلي العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من ملعب الاهلي والسلام عشان نتعرف منه على اخر المستجدات والجديد داخل ارضيه الملعب قبل موعد المباراه بحوالي 3 ساعات ونصف. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. عايز اعرف منك اخبار الملعب، التحضير، التجهيز، هي مباراه دجله هو المسؤول عن تنظيم المباراه، فما رايته وما شاهدته في ملعب الاهلي والسلام؟
بالفعل زي ما ذكرت محمد، يعني المباراه مباراه وادي دجله صاحب الضيافه النهارده، لكن وادي دجله بيلعب مبارياته وهو الاخر هنا في ملعب الاهلي والسلام. كان مشهد اكثر من رائع داخل النادي الاهلي هنا، يمكن الاداره التنفيذيه القائمه على الملعب هنا هي شركه السادات الوطنيه، مجهود اكثر من رائع. يمكن اهم حاجه او اهم ملاحظه في ملعب المباراه النهارده هي درجه الحراره المرتفعه، بتتكلم في 40 درجه مئويه الان، ودلوقتي احنا بنتكلم الساعه 5:30. يعني ان شاء الله يعني نامل انها على بدايه المباراه ان شاء الله ان درجه الحراره تكون وصلت 30 درجه مئويه او 29 درجه مئويه باذن الله، علشان الجو يبقى افضل في اثناء المباراه. لكن هي الشكوى اللي هتبقى اللي يعني الاكثر شكوى في المباراه هو كمان درجه الرطوبه هنا مرتفعه جدا في مدينه السلام. فنامل يا رب ان شاء الله ان الجو يتحسن، يعني احنا بنتكلم في 3:30 ان شاء الله على 9 يكون الجو افضل. يمكن الاداره التنفيذيه زي ما قلت لك هنا في الاستاد قامت برش الملعب، احنا بقالنا هنا مثلا ساعتين الاستاد اترش فيهم مرتين، لكن يمكن في صور هتوصلك لارض الملعب، ارض الملعب يعني اكنها ما اترشتش لان درجه الحراره فعلا عاليه جدا. يمكن كمان كانوا حريصين على رش تراك الترتان، لان فعلا زي ما قلت لك درجه الحراره مرتفعه جدا، نسبه الرطوبه كمان عاليه. لكن الاستاد زي ما بقول لك ارضيه الملعب بالمدرجات بجد يعني مفخره من استاد الاهلي والسلام، حاجه تشرف. يمكن كمان يعني نقطه ايجابيه للنادي الاهلي ان المباراه وان كانت مباراه وادي دجله، ولكن هو ده ملعب النادي الاهلي اللي بيخوض عليه المباريات في الفتره الاخيره. يعني زي ما شفنا النادي الاهلي بيبقى اكثر اريحيه هنا على ارض ملعب الاهلي والسلام، وان شاء الله نتمناها مباراه قويه، خاصه زي ما احنا بنقول يعني الناس كتير بتتكلم النادي الاهلي 4 مباريات ورا بعض مع اخر 4 فرق في الدوري، هي مش ميزه ده، يعني زي ما بنقول حاجه صعبه جدا تتكلم في 4 فرق. الامل الاخير ليهم كلهم للبقاء كان قدامك في المباراه المؤجله، يعني زي ما بنقول المباراه اللي بيزيدوا فيها عن الفرق الاخرى اللي بتحاول او بتصارعهم على البقاء، من البنك الاهلي بعدها الانتاج الحربي اسوان والنهارده وادي دجله زي ما بنقول في المركز ال17. فنامل ان شاء الله ان النادي الاهلي النهارده بالمجموعه اللي موجوده تقدم مباراه اكثر من رائعه، خاصه في ظل تحضيرات وادي دجله وتاكيدات المدرب المباراه النهارده وتعليماته للفريق. يمكن الفريق اخر مباراه خاضها وادي دجله كانت يوم 5/7، بقى لهم شهر تقريبا ما خدوش اي مباراه، لكن كان في معسكر مغلق خدوا فيه مباريات وديه كتير. كابتن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجله اتكلم مع اللاعبين واكد على الاداء الجماعي، قال طبعا مباراه النادي الاهلي مباراه كبيره وصعبه، والنادي الاهلي بيطمح كمان انه يوصل للمقدمه وصداره الدوري في هذه المباراه، ولكن سلاحنا النهارده في مواجهه النادي الاهلي هو اللعب الجماعي، وان احنا نتماسك يعني باكبر عدد من الدقائق في المباراه في نتيجه التعادل، ان هم يحافظوا عليها للخروج باي نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي. لكن طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وحظ 3 نقاط تضعه في مكانه الطبيعي على المقدمه. محمد، تقنيه الفيديو موجوده، كل الاجراءات الخاصه بالمباراه تسير على ما يرام محمد لغايه هذه اللحظات. حالا في اللحظات اللي انت بتكلمني فيها يمكن زملاء في التلفزيون المصري بيتم وضع الكاميرات وفي اماكنها المخصصه ليها بيتم عمل التستات سواء للكاميرات اللي هتنقل المباراه او كمان الكاميرات المخصصه لتقنيه الفار. خلال يعني زي ما بنقول ساعه بالكثير جدا هيكون حكام الفار موجودين وحكام المباراه بقياده كابتن ابراهيم نور الدين، ويتم التاكد واختبار كافه الاجراءات داخل الملعب هنا وخاصه تقنيه الفار. وزي ما ذكرت التحكيم احمد، اتمنى ان شاء الله التوفيق لطاقم التحكيم، لان لو تتذكر مباراه الدور الاول كان فيها كثير من الاخطاء التحكيميه، وده يمكن اللي خلى وادي دجله يخرج بنتيجه التعادل، وكانت اخطاء واضحه جدا للجميع والجميع اكد عليها. فنتمنى ان شاء الله النهارده ان يكون طاقم التحكيم يعني يكون موفق ويعطي كل فريق حقه، احنا مش عايزين اكتر من كده. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق من ملعب الاهلي والسلام، وتفاصيل خاصه باستضافه الملعب لمباراه دجله والاهلي. بالمناسبه يا جماعه قبل ما اروح لترند الاهلي، ملعب الاهلي والسلام مصنف تصنيف اول ضمن الملاعب الافريقيه اللي ممكن تستضيف مباريات تصفيات افريقيا او تصفيات كاس عالم او حتى مباريات نهائيات في دوري الابطال او كاس الكونفدراليه، ملعب على اعلى مستوى. لكن نروح بقى لترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا اهتمت ازاي بمباراه دجله والاهلي. النهارده الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر بيتكلموا ان الليله الاهلي يبحث عن الصعود لقمه الدوري امام وادي دجله، قولوا يا رب باذن الله. كمان معايا الحساب الرسمي ليلا كوره، تغييرات دفاعيه في تشكيل الاهلي المتوقع امام دجله. الحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر بيتكلموا على ان تشكيل الاهلي المتوقع علي لطفي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، محمد هاني، ظهير ايمن بيعود بعد الايقاف في المباراه السابقه، علي معلول ظهير ايسر، اليو ديانج وعمرو السوليه، قدامهم قفشه، كهربا، حسين الشحات، محمد شريف. وكهربا والشحات عاملين مستوى رائع جدا في الفتره الاخيره، ومحمد شريف متصدر الدوري العام ب 16 هدف. حساب في الجول زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه او في الانترو، كريم ندفيد يظهر في قائمه الاهلي لاول مره منذ اخر مباراه شارك فيها امام المقصه يوم 10 ابريل 2019، اي منذ 846 يوم. ان شاء الله تكون عوده جيده لكريم ندفيد، اول هدف احرزه كان مع دجله في موسم 2016 2017، والنهارده يقرر الامر وباذن الله يتم الدفع بيه ويعمل مباراه كبيره جدا.
والفترة الجاية كمان اطمن على محمد محمود ويعود إن شاء الله. طيب الحساب الرسمي كمان ليلا كورة على تويتر نشره مصدر ليلا كورة: الأهلي يتوصل لاتفاق لتمديد عقد علي معلول لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقي في عقده. طيب الخبر ده هتكلم عليه مع الخبر اللي جاي، لأن الأمر متعلق بنقطة واحدة وجزئية واحدة. الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك كتبوا: الأهلي يدرس عروض بيع ناصر ماهر في ميركاتو الصيف. طيب خبر علي معلول وخبر ناصر ماهر، الأمر هنا متعلق بفكرة الصفقات والتعاقدات وقائمة اللاعبين المستغنى عنهم. لن يتم اتخاذ أي قرار في أي لاعب إلا بعد 25 أغسطس. قلتها من شهر وقلتها من شهرين وبقررها وإحنا في خلاص في شهر أغسطس والموسم بينتهي. لن يتم حسم موقف أي لاعب في البقاء أو الرحيل سواء على سبيل البيع أو الإعارة إلا بعد 25 أغسطس. ولكم فيما حدث مع والتر بواليا عبرة. أعتقد الأمر محسوم وننتظر لآخر الشهر، لأن هيبقى فيه كلام جديد وتفاصيل كتيرة والناس هتشوف مواقف مختلفة عما ينشر عبر السوشيال ميديا، لأن في دراسة بتتعمل وفي إحصائيات وفي أرقام لموسم بالكامل محلي وإفريقي. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاولمبي. النهارده برونزيه جديده تضاف الى سلسله الانجازات والميداليات لمصر في دوره طوكيو الاولمبيه، ثلاث ميداليات برونز. محمد كيشو بطل مصر في المصارعه النهارده حقق الميداليه البرونزيه بعد ما فاز على بطل العالم الروسي ارتيم توج في المصارعه الرومانيه لوزن 67 كيلو جرام في اولمبياد طوكيو. كيشو هو المصنف الاول عالميا في الشباب والخامس في الكبار، وصاحب فضية بطولة العالم للكبار وذهبية بطولة العالم للشباب مرتين على التوالي، وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو للمصارعة الرومانية في سن 23 عام. قدامكم بعض اللقطات من مباراة النهاردة، والفكرة هنا بقى كمان مش في كيشو بس، ده المدرب كمان موجود معاه بره على الخط بيتكلم معاه: موت نفسك، حقق البرونز، تكسب، هترفع علم مصر. قدامكم الصورة، التحدي. محمد كيشو يا جماعه رفع علم مصر وواجهوا تحديات كبيره جدا في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو، مش من النهارده، حتى في فترات الاعداد الصعوبات اللي كان بيواجهها. فكره كمان انه يجي له قطع في الرباط الصليبي اثناء التدريب خلال وجوده في اليابان قبل انطلاق المنافسات، ده كان شيء صعب جدا، وانتوا عارفين لعبه المصارعه الرومانيه من الالعاب اللي انت لازم تكون واقف على رجلك الاثنين بشكل مميز جدا، ما يكونش في حتى اصابه بسيطه، لكن اصابه الرباط الصليبي تحامل على ده عشان يقدر يعمل انجاز وتحدي. مبروك يا كيشو، حققت ميداليه باذن الله في باريس، ان شاء الله نستنى منك باذن الله ميداليه ذهبيه، وخلال خلاص اقل من 3 سنين باذن الله تكون قادر على تحقيق ميداليه في لعبه المصارعه اللي حققت انجازات طيبه جدا خلال البطولات السابقه في الدورات الاولمبيه. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد والفقره الاخيره من برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الاخيره من برنامج الترند، مشاركه الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم للنتيجه ومين ممكن يسجل الاهداف. هناخد اكبر قدر من الاراء. حسين شحته بيقول ان شاء الله 4-0 للاهلي، محمد شريف هدفين، بوالي حسين الشحات، محسن عبد الهادي بيقول 2-0 للاهلي ان شاء الله. كمان اراء اخرى، عادل بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 2-0، محمد صبر بيقول شريف الشحات بوالي افشل، يعني بيتوقع 4-0 للاهلي. في تفاؤل كبير جدا من الجمهور. مصطفى محمود بيقول 2-0 للأهلي شريف وحسين، أحمد حماد بيقول 1-0 للأهلي محمد شريف. برضو الناس شايفة أن حتى في إحراز الأهداف الأقرب للتسجيل هو محمد شريف. إبراهيم بيقول الأهلي هيكسب 3-1، هيجيب الإجوان بواليا، محمد شريف كهرباء. طيب في ثقة كبيرة جدا في اللعيبة في الفريق في محمد شريف هداف الدوري، يقدر النهاردة يواصل تسلسل طبعا تصدر الهدافين ويجيب اهداف، لكن اهم حاجه النهارده يا جماعه هي الثلاث نقاط، ايا كان مين هيحرز الاهداف
ايا كان نتيجه المباراه، المهم يكون في مكسب وثلاث نقاط. انت متصدر بفرق المواجهات وايضا فرق الاهداف، ولسه بقى عندنا مشوار 7 مباريات وكانها مباريات كؤوس. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم، ويكون الاهلي حتى لعب مباراتين اخرين خلال الفتره اللي جايه ويكون في الصداره ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.